بسم الله. ربنا قد خطانا إلى النصر المبين، وأنت عالم بما وقع لنا منذ ظهور بني أمية وفجورهم وفسادهم ومؤامراتهم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، أي شيء ملا موجود في الغنيمة، فأنا لله خمسة وربي حدد بالضبط مصارف هذه الغنيمة، وللرسول ولذي القربة، أي القربة من الرسول الأقربون أولى بالمعروف، واليتامى ما هوش منسين في الغنيمة دي. شو قديش الشرع الإلهي كم هو عام، انسى أحد في حقه. ما هو المال خذيناه على حساب أهل المال القرشيين وغيرهم وغيرهم، حنا أهل المال اليوم هم أهل اللعنة. فماشي مال جاء ومشى في سبيل الله، ولا مشى في الطرق في صرفي، واعلموا ولا في انفاقي، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعد يقول ربي ان كنتم مؤمن، وابن السبيل توقلنا اليتامى والمساكين لسان دي جون، مشاش الغنيه باش يزيدوا غنى، معناش احنا قربي لكي لا يكون دولة بالأغنياء، دائما بدين الأغنياء كما الكابيتاليزم بالضبط، يزداد أهل المال مالا وأهل غياب المال مالا، يزدادون فقرا ونسيانا وما يتلفت المحل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبعد تختم الآية إن شاء الله تعالى، اشتراوا لي ربي دائما حريص على أن يشتفوا وللإيمان، مش كما تتصوروا أنت تقول أنا مؤمن وانت الأمر، لا، العلم المطلق وعند الله. إذا كان الغنيمة وزعتها على ضوء ما أمر به المولى سبحانه وتعالى فتكونوا مؤمنين عموما، أما إذا كان فما خلل في إيمانكم فستعصون الله قصدا أو جهلا في هذه الأمور، انفاق ما هو غنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا قرآنا، تأمن بالله تأمن بالقرآن، يوم ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان النصر المبين. قلنا فما من رحمة إلهية أن نبينا عليه الصلاة والسلام استعان بالمولى سبحانه وتعالى أن يقنع، لأنه شخص عظيم، أن يقنع الخارجين لضرب الكاروان، بلا شكرهم اللي مش هذا المطلوب، بل المطلوب هو أول شيء هو الجيش العرب اللي تقريبا بين 900 و1000 مشرك، بلا جات فرصة اللي هذاك الطعم قافلة طعم، واللي حقيقة مش ندقدقوه هم قريش ومن لف لفهم، واللي كان يحرك فيهم من شعراء ومن ماكرين أغلبهم من اليهود الملعونين. أقرأوا التاريخ الصحيح، أنا لا نؤمن بالتاريخ اللي قاعد يدرس في الكليات العالم، هذا يلزم أحنا كمؤمنين نعريه على التمثيلية دي ونبين هفوات اللي دعونا علمهم بالتاريخ ونريه فما من هدف مغرض أن لا يكون التاريخ صحيح، خضر عندهم إذا كان تعطيهم يوصل للناس التاريخ الصحيح، مش ولي كل واحد يطلب حقه حق جدوده اللي نص عليه التاريخ. متى جاءت عصابة الولانية اليوم تضرب تسرع، جاءت وافتكت أموال الناس أرزاق وأراضي وقتلت وسجنت ظلما وعدوان، هذا ما يساعدهمش التاريخ يكون صحيح. أما إحنا عندنا التاريخ الصحيح، وعن إخوانا الشيعة
الصحيحة ربي يطول في أنفاسهم في الخير، شادين صحيح في التاريخ الصحيح، وهم أول من نعت بني أمية بالنعت الذي يليق بهم، هم اغتصبوا الإمام للأمة ونكلوا بأهل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أدرك بأهل النبي عليه الصلاة والسلام مش حاجة سهلة، وبدعوا في تقتيلهم حتى صغارهم يجموا يموت بالعطش لا يبالي، قدر الكرب يحب يموت المؤمن ولو كان صغيرا يموت بالعطش ولا يقتل في بطن أمه حتى تنفجع، حيث التنكيل سجله إخواننا عند الشيعة خاصة الغير منحرفة سجلوه، وعندهم دائما يرجو مراجعهم اللي هي تجب تكون يوم من الأيام حين نؤسس تاريخ إسلامي صحيح، نستعمل ما عندهم من تسجيلات مثبتات لوقائع قد وقعت حقا لا كما يدعي بنو أمية ومن دفع عنهم، هنا يقولوا اللي احنا كنا نشرنا الأمة نشرنا وسعنا الأرض للأمة، مش صحيح، لأنه اللي يهمهم هما زيادة مال بالغزوات وزيادة اتساع الرقعة باش تجي الخيرات الثمار والحبوب وغيره، والمسألة تطول لا فائدة في ذكر كل شيء، والسلام على أهل الإسلام.